دي الواحده بتتباع ب 125 جنيه الواحده بتتباع ب 125. احنا عاملين عليها عرض عشان خاطرك والله الاربعه ب 90 جنيه الايه الاربعه ب 90 جنيه لا ثانيه الواحده ب 125 جنيه الواحده ب 90 جنيه الواحده ب 90 ولا ايه الاربعه ب 90 جنيه مشوار كده في البنك. بس بعد كده كنت شفت فيديو بقى لحد زي تاجر السعادة او صانع السعادة حاجة زي كده بيبيع شوية شوكولاتات يا جدعان. فانا هخلص مشاوير ودنيتي كده واخدكم معايا بقى ايه ونروح نشوف العنب ده. بنخلص بقى من حوارات البنك دي. الواحد بقى يومين حرفيا مفشوخ. فكرة بقى ان انا راكن العربية صف تاني برا. ربنا يستر وما ترزعش مخالفة عشان ايه الوضع مش ناقص خالص. الصراحة الراجل خوفني بتاع البنك. انا كنتش استخلصت طبعا فقال لي قلت له انا راكن صف تاني وبتاع. قال لي هنا ما بيهزروش فبيكلبش على طول. ما خلاص يا ولاد اسكتي. فين الليلة زرع على اختك وعليك وعلى امك. فكنت راجع بضهري فصادفني ظابط حاجة خرا. فقالوا لي قال لي لا بسرعه السايس. قال لي لف من قدامه احسن يقول لك هات الرخص. وانا اصلا معيش الرخص مش ناقصه يعني. طيب وانا كان فاضل لي 87 قرش. موظف البنك كان بيقول لي لازم تاخدهم ومش عارف ايه وبتاع. فبعد اللي حصل ده لقيته بيكلمني دلوقتي وانا خلاص بركن. قال لي خلاص فيكس فيكس لسه الدنيا زحمه وبتاع فحرام اقعدك كل ده. الحمد لله كتت من بره بره. نروح بقى على البنك التاني عشان نخلص الدنيا ونروح نجيب بقى ايه ام الشوكولاتات بالراحه. ولسه بنجيب في سيرتهم لقيتها العربيه اللي بتكلبش ورا. الحمد لله الحمد لله رب. دول يا جدعان انا بخاف منهم لحد النهارده والله. اللي قاعدين فوق المبنى دول يما شكلهم مخيف فشخ. طبعا هنا في الجيم بتاع سكاي اللي دول اصور فيه. خطط اللي خلفوني يا مدرسه سيدن فيشه. المدرسه دي كنت بستنى لما كنت في ابتدائي عشان في مدرسه اسمها ام المؤمنين كانت في وشها الناحيه الثانيه. كنا نفضل واقفين مستنيين في الفسحه البنات تعدي عشان نقعد نعكس فيهم واحنا في ابتدائي. انت متخيل؟ الحمد لله ركنا مش صف تاني ركنا ايه ومفيش سايس بقى ومفيش اي خرا. كان قدامي تقريبا حاجه و20 واحد. فضلت ملطوع في الشمس كده بتاع نصايه لحد ما تكرموا علينا ودخلونا جوه. الحمد لله بصوا الناس قد ايه بره. دخلت جوه في خدت رقم وفضلت قاعد مستني واخيرا الحمد لله رب خلصت. يا الهي مش مصدق خلصت الحمد لله. نروح بقى ايه نشوف الشوكولاته والاوفرز يا جدعان. يلا اعرفكم يا جدعان بمدرستي مدرسه ام المؤمنين الابتدائيه. مش عارف انا بس ولا انتوا كده برضو زي لما بعدي من على المدرسه اقعد ابص كده وافتكر الايام. هي في ساعتها بتبقى ايام استغفر الله العظيم وحشه يعني. بس بعد كده بتبتدي تفتكر بقى الصحاب والناس اللي ما بقتش موجوده معانا والناس اللي توفت. بتقول يا زمان ارجع يا زمان. المفروض المحل على حسب ما انا شفته امبارح على نفس الناصيه بتاعت ابو رامي اللي في الحي السابع. نفس الناصيه بتاعته بس قدام شويه. بصوا يا جدعان الاندومي كان عليه اوفر الخمسه ب100 جنيه اللي هو اصلا الواحد كان تقريبا ب50 جنيه. البوب كورن بقى والشوكولاتات ده من الفيديو الاصلي اللي انا كنت شفته اصلا اللي اختي عملت لي فيه منشن. كل حاجه في المحل ده عليها اوفر بس انا للاسف ما لحقتش كل حاجه يعني. الشوكولاتات بصوا قد ايه والعصاير والكانديز وفي حاجات اصلا حفاضات للعيال. حفاضات ايه حفاضات دي؟ بامبرز يعني شيبسي وفي اندومي دايت
وعصاير وحاجة لوز العنب يعني. في الآخر خالص ما اشتريتش غير شوكولاتة. بصوا هو بعد كل ده أنا مش عايز أصدمكم، الحاجة مش مترتبة خالص في المحل، والبنت اللي في المحل ما كانتش عايزاني أصور لأن هي خايفة فشخ، يعني مش ماسكة أي حاجة في المحل غير السيلز، فكانت خايفة جدا أن أنا أصور. وقالت لي كمان معظم الحاجة مش موجودة، فصباح الفل هو أوفر بسيط بس أنا اللي لقيته. أقول لكم لما أروح العربية أحسن. طيب مبدئيا كده المحل فيه كمية أوفرز يا جدعان، أنا مش عارف مش مصدق والله العظيم. تعالى بس اوريكم الحاجة اللي أنا جبتها اللي لقيتها، الباقي كله اتنسف. اللي اسمه سكة السعادة، أي حاجة فيها سعادة يبقى فيها شوكولاتة. ده العناوين بتاعتهم. أنا روحت اللي في السابع، الحي السابع اللي بعد برومي. فين بقى يا جدعان التشوكلت شيبس؟ صح التشوكلت شيبس أعلى أو أحلى براند، بتاع براند اسمه هيرشي اللي هو ده. عارفين الكيس ده بكام أصلا؟ استنى كده أوريه لكم. الكيس ده ب 120 جنيه. الكيس ده ب 120 جنيه. انا جايب بقى ايه؟ اتنين. جايب ده وده. بكام؟ الاتنين. قول كده. ب 45 جنيه الاتنين. طبعا هو العرض كان الاربعة ب90 بدل الواحد ب 120 جنيه. بس اتنزف. وكان فيه فليفرز بقى بالعبيط، شوكولاتة ووايت شوكولت وتقريبا حاجات بالنعناع. اللي لقيته الوحيد هو السينامون تشيبس اللي هو ده. السعرات الحراريه بتاعته طبعا انا اشتريته من غير ما ابص على السعرات لان الحاجه دي ما تتعوضش حرفيا. لكل 15 جرام 80 كالوري. بص هو مش احسن حاجه، بس احنا لو بنحسبها زي الكيت كات، صباع الكيت كات اللي انا باكله كل يوم او وحده الاوريو فيها حوالي حاجه 50 كالوري. فانت لو خدت 10 جرام من السيرفنج اللي هو تقريبا 3 ارباعه يعني، هتلاقيك بتتكلم في 55 كالوري، يعني تقريبا هي خدنا 10 جرام، انت بتتكلم في حوالي 55 كالوري. 3 جرام فات مثلا الكارب هتلاقيه مثلا 6 جرام، السكر هتلاقيه مثلا 4 جرام، والبروتين تقريبا مفيش. فده اهو شكله عامل ازاي. عظمه يا جدعان اقسم بالله، حاجه وهم. في البنت اللي جوه تربت السنين، اول ما قلت لها هصور رغم ان الحاجه دي اصلا متصوره. فانا هحاول بقى اجيب لكم الفيديو الاساسي اللي اختي حبيبتي عملت لي فيه منشن، مش عارف اقول لك ايه والله، بس للاسف ما لحقتش اي حاجه لولا غير الشوكليت شيبس. هنعمل بقى ايه؟ مش كيت كات كوكي دو، هنعمل شوكليت شيب كوكي دو الأصلية. هوريلكم الريسبي ونقفل بقى الفلوج ده بحاجة كده ايه عظمة. مش عارف ليه يا جدعان انا مبسوط فشخ، حاسس ان عملت انجاز. والله اوفر زي ده بجد مش هتلاقيه في اي حتة غير اي حتة ليها علاقة بالسعادة، زي ما قلت لكم صنع السعادة، باب السعادة، بحر السعادة، اي حاجة فيها سعادة. عايز اتكلم معاكم بقى يا جدعان كده قبل ما اروح البيت، هو كلها دقيقتين قبل ما اروح اصلا ان شاء الله، في حوار التيك توك. ازاي تستغل التيك توك؟ امبارح شفت فيديو لبنت انا عاملها فولو، اللي هي بنت بتتكلم انجليزي، اللي بتقول لك اللي كانت بتعمل ريفيو لمحل اكل وكانت بتتكلم انجليزي بسرعه جدا. دي الفيديو بتاعها وينت فايرال فشخ. المهم لقيت البنت ديت امبارح بتتكلم على حوار ان انت اول لما تصحى من النوم تكتب اللي انت حاسس بيه، تكتب الفيلينجز بتاعتك وتكتب التو دو ليست، الحاجات اللي انت عايز تعملها على مدار اليوم، وكل ما تخلص حاجه تشطب عليها. ده سايكولوجيكال يعني، حاجات نفسيه. ما تمشي يا عم الكلب معلش، بس ايه مديني دناش. فانت حرفيا النهارده اول ما صحيت من النوم كتبت التو دو ليست، المشاوير اللي ورايا والحاجات اللي عايز اخلصها والكلام ده، ويبقى عندك احساس كده ان انت في حاجات بتنجز، فاهم؟ مش عايش سودا زي ما بنقول، مش عايش على الفاضي يعني، بتخلص حاجات وبتخلص مشاويرك وبتحس ان انت برودكتيف، بتنجز حاجة. نفس الحوار ده بتعمله بالظبط في حوار المذاكرة بتاعتك، بتصحى بتكتب الحاجات اللي فايتاك، بتجمعها وبتحط لها priorities أو أولويات وto do list، وكل ما تخلص حاجة تدي نفسك زي reward كده أو مكافأة صغيرة، حتة شوكولاتاية مثلا، حاجة أنت بتحبها، تقوم تاخد بريك، تتفرج على شوية تلفزيون،
صدقوني يا جدعان حوار تنظيم الوقت وحوار ان انت تعمل ليست تكتب فيها كل حاجه مشاعرك احاسيسك الحاجات اللي انت عايز تخلصها هتفرق معاكوا بطريقه مش ممكن. انا يعني زي ما قلت لكم والله النهارده حسيت بجد ان الدنيا دي فرقت معايا، كل ما اخلص حاجه كده ومشاطب عليها حاجه بجد تحفه. ف thank you so much. وهنا يا شباب كنت بشيل الكيت كات علشان اشوف الشوكليت شيبس لو خدت منها 10 جرام هتبقى تقريبا كم كالوري، طلع تقريبا 51 كالوري اللي تقريبا هي بالظبط زي الكيت كات. فرق حاجه بسيطه جدا، وزي ما قلت لكم فن البدايل هو ده اللي هيخلي الدايت بتاعكم سستينبل، او ان هو يبقى اسلوب حياه بجد. هنعمل بقى الشوكليت شيب كوكي دو. طيب للجديد هنا يا جدعان، انا كنت عملت كيت كات كوكي دو واوريو كوكي دو وكيت كات براوني دو، دي بقى الشوكليت شيب كوكي دو. لو ما شفتش حاجه من الفيديوهات اللي فاتت ديت ممكن اظهر لكم او اعمل لكم بلاي ليست تبقى سلسله فيديوهات كده مترتبه ورا بعض، اي حاجه ليها علاقه بالشوكليت شيبس هتلاقيها فوق. بصوا العظمه يا جدعان، بعد ما دخلتها مايكرويف يا لهوي يا جدعان على الجمال. لو بعديها بقى بيوم اللي هو النهارده يعني عملت الكوكيز، سيبك بقى من الكوكيز القديمة اللي هي كانت ناشفة اللي انا عملتها دي، فكك منها خالص، دي حاجة تانية خالص وطرية وشوفت كده. وبص مش عارف اقولك ايه والله. طب ما فشخ فشخ يا جدعان، اقسم بالله. ومن هنا ايها السيدات والسادة نختم الفيديو او الفلوج بتاع النهاردة، يا رب الفلوج بتاع النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش يا جدعان تشتركوا في القناة، ممكن تعدوا على المحل بقى ايه وعايزكم تدعولي. كل الفيديوهات الجاية ان شاء الله. Peace.